راه ماشي عندي 1400 ولا راه 6000 نقطه، راه 24 عام ديال تمارا، راه ماشي نهار ولا يومين. كاين اللي غتحيدوا لنا التقاعد، حيدوه بصفه نهائيه وريحونا وصافي ونخويو هاد البلاد والله يربحكم بها. انا متقاعد من 2018، كيجيني واحد الراتب شهري الحمد لله عايش بخير وعلى خير. في 2023 جاتني برار الدار فيها باش نخلص 135 درهم في الشهر. مشيت عندهم قالوا لي لا راه داك مسجل في الغرفه التجاره والصناعه، اش خصني ندير؟ خصني ندير التشطيب. مشيت جبت التشطيب قال لي صافي مزيان دابا التقاعد غادي يدوز كل شهر مزيان. بقيت هذاك الحمد لله بقى حتى لشهر 10، الاخر ديال شهر 10 باش نمشي الاول فيه يقول له نمشي نتخلص، قالوا لي لا راه مبروك لك التقاعد. علاش؟ عندك حانوت يا ودي. اش من حانوت عندي؟ الله يهديكم رانا جديد كتعطيوني راه ما قادرني غير جينا هذا الحانوت. درت قال لي واحد السيمانه ورجع مشى قال لك لا انت مقيد في بطاقه فنان. كل مره كيخرجوا لي شي عذر ومشيت عندهم، مشيت عندهم اليوم لا سينيسيس ديالهم قالوا لي لا هذا الشهر ما غاديش يدوز لك. ما يمكنش، باش غنخلص شري الدواء؟ باش غادي نخلص طريطه؟ الطريطه كيزيدوا عليا 200 درهم في الشهر يعني. وانا كان وجهني ديال المسؤولين راه هذا الشيء راه ما بغاش يتفهم لي انا. يعني غتحيدوا لنا التقاعد، حيدوه بصفه نهائيه وريحونا وصافي ونخويو هاد البلاد والله يربحكم بها. كنت خدام اسيدي باسيرونس كورسي باسيرونس لمده 24 عام، عندي في النقط ديالي 6826 نقطه اللي عندي، ماشي عندي 1000، عندي 6000 نقطه. يعني التقاعد ديالي مضروب في 6 د المرات، كيجيني في التقاعد كتجيني 1400 درهم على 900 درهم ديال ولادي، الجلسه ديال ولادي. الحمد لله ما خصناش، ما عندناش، المهم ديبانين لا راك اش غادي اش هادي بلادنا. الحمد لله لا غادي نقول اوديك واخلاو لينا هذوك جوج فرانك واخلاو لينا بلاين بها غير الوقت. والله الا حرام عليهم هادشي اللي دار لي هادشي، والله الا حرام عليه. ما عادش غادي ندير، واش نطلع للرباط؟ اشنو غادي ندير؟ انا بحلت ملي نمشي عندهم دابا قال لك لا لا حتى الشهر ما غاديش يدوز. ما عرفت اخويا اش غادي ندير انا، لا اله الا الله محمد رسول الله. انا كنوجه المسؤولين الله يرحم ليهم الوالدين يشوفوا من حالي، رانا عندي الصرع، عندي مرض الصرع، خاصني نشري الدواء، عندي التونسيون وعندي السكر، ضروري خصني نشري الدواء. انا ما شريتش الدواء راه كنزحف. الله يجزيكم بخير لما شوفوا من حالي، الله يرحم لكم الوالدين. راه القضيه راه محنسه لواحد الدرجه ما كتصورش. تعاونوا معايا الله يرحم لكم الوالدين. وزيد على الفلوس اللي خدمت فيها، رانا عندي 6826 نقطه، راه ماشي عندي 1400 ولا راه 6000 نقطه، راه 24 عام ديال تمارا، راه ماشي نهار ولا يومين. المشكلة اللي خايف منها وهي دابا الطريطه، على 3 شهور غيدفعوها لي للمحكمه، والمحكمه ما غترحمنيش، غير غنخلص سي غادي نصدقوا ديري لي بينانيتي ومشرد انا ولادي. ما تبغوش لنا حتى الشهر، الله يجازيكم بخير.